هاجس إسرائيل المرعب ومصدر قلق لدفاعاتها الجوية. حزب الله يدخل صاروخا جديدا إلى ساحة المعركة. تل أبيب تحت النار وسط تكتم العدو عن حجم الخسائر والأضرار. ما هي أبرز مميزات هذا الصاروخ وكيف يعمل؟ كشف حزب الله عن إدخاله سلاح الصواريخ المجنحة إلى ساحة المعركة في ظل الحرب المتواصلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبث حزب الله مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حتسور الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصواريخ مجنحة. وتضمنت المشاهد عملية التجهيز لإطلاق عدد من الصواريخ ومن ثم عملية إطلاقها باتجاه هدفها. ما هي الصواريخ المجنحة؟ بينما تتخذ الصواريخ البالستية جزءاً من مسارها خارج الغلاف الجوي قبل أن تتجه نحو الأرض مرة أخرى بسرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت، فإن الصواريخ المجنحة تتخذ مسارات متغيرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة، حسب ما ذكر موقع آرمز كونترول الأمريكي. تتخذ الصواريخ المجنحة مسارات غير ثابتة وتستخدم نظام دفع يعمل بمحرك نفاث، بالإضافة إلى أنها تتخذ مسارها بالكامل داخل الغلاف الجوي للأرض. يمكنها إصابة الهدف بدقة عالية، كما يمكنها تغيير مسارها خلال الرحلة نحو الهدف. تستطيع الصواريخ المجنحة التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا للإفلات من رادارات العدو، وتستخدم توجيه الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه الذاتية. ما هي أنواع الصواريخ المجنحة؟ تعد الصواريخ المجنحة كاليبر من الجيل الثاني من الصواريخ الروسية استراتيجية المجنحة، وتضاهي صواريخ توموهوك الأمريكية. يبلغ طول الصاروخ حوالي 6 أمتار، بينما يصل وزنه عند إطلاقه نحو 1770 كيلوغراماً، يتراوح مداها ما بين 2000 و 3000 كيلومتر كحد أقصى، ويحمل رأسها الحربي ما بين 600 و 1000 كيلوغراماً من مادة TNT شديدة الانفجار، وتصل دقة إصابتها إلى 3 أمتار. تحمل صواريخ كاليبر عبر أسطول بحر قزوين الذي يضم 5 سفن. يتميز كاليبر بقدرته على الطيران المنخفض كصاروخ مجنح، وقدرته كذلك على الطيران على ارتفاع عال كصاروخ باليستي. في سياق متصل قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حزب الله يستخدم صاروخا متطورا ضد إسرائيل تمت هندسته عكسيا من سلاح إسرائيلي استولى عليه في حرب سابقة، وفقا لمسؤولي دفاع إسرائيليين. ويعتقد أن مسلحي حزب الله استولوا على صواريخ سبايك الإسرائيلية الأصلية المضادة للدبابات خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان عام 2006، وشحنوها إلى إيران. وبعد 18 عاماً يطلق حزب الله صواريخ ألماس التي أعيد تسميتها على القواعد العسكرية الإسرائيلية وأنظمة الاتصالات وقاذفات الدفاع الجوي بدقة وقوة كافية، لتشكل تحدياً كبيراً للقوات العسكرية الإسرائيلية.